جرفون كارلوس 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 الزبون امرك انت جايب شوربة مو هيك شوربة لكان شوربة دي ايش شوربة ديش عمي مع الميلي كمب كمب هاي كمب 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 هاي لكن انت عامل ليها شوربة بمسامير مش مسمار هون غرقان بالشوربة تفضل مسمار غرقان ايوه غرقان سبحان الذي خلقك شو بتفهم يعني مسمار معقول يفوت يا كارلوس تبعك كارلوس نعم هذه الكبزاية شفت لك ياها محلولة البسمار تبعها وينه كبزاية ايه ايه بسمار عليكم بالشوربات معنى شي يتركهم بعدين ليكو ليكو طيب خليه ايمو لا تواخذنا عمي وصخنا لك ياهو قزر هشام القزر يلا عوام جيب له الصحن الثاني نعم شو بتريد معني غيره ايمو ايمو لشو بسرعة جيب لي فاصولية نعم صحن فاصولية بسرعة فاصولية فاصولية يا سلام حبيبي بدك تاكل بامي فاصولية بدك تاكل بامي عمالنا حبيبي انا طلبت فاصولية جيب لي فاصولية غريب شلون بدي اجيب لك فاصولية معكم فاصولية عنا بس انت بلايمك بامي غريب معلمي شبك شبك شوفي خلصونا من هالاكلة يا سيدنا طلبت انا صحن فاصولي ايه بده هو طعميني غصب عني بامي انا ما بحب البامي الها معه تعال قوم لشوف لوين قوم لشوف بس بقى اسمع الحق معه ما بيصير تاكل فاصوليه بدك تاكل بامي ليش انت المال الفاصوليه بتنفخك يا ابني نحن منريد صالحك ما بيصير تاكل الا بامي جيب له بامي يا كارلو يا حبيبي انا بدي اكل على ذوقي مو على ذوقكم ايه خلصت بقى عود قلت لك يسرها شويه راح معشيه الولد بالتقسيط الليلي عوام شو تزعوا الورقات هدن؟ تزعوا والله اوان بسرعة تفضل معني يا غيره تفضل يا بنيات والله لا تواخذنا والله بحياة الله لا تواخذنا انت عيونك وينهم؟ ما بعرف عيونك وينهم؟ شو بعرفني؟ هدول عيونك ايه طيب مو هون عيونك؟ ايه شو, شو صار هلا؟ شو؟ ما شايفني؟ الطاولة هون وانا قاعد هون بتكب الصحن علي؟ شو صار هلا بنسكب لك غيره؟ انا مش هاد الصحن ولا مش هاد طعمي يا بني ادم طعمي بالاجرة طعمي شو نساوي هلا معلمي؟ شو نساوي؟ تفضل ايش؟ ايش؟ رح اجيب له غيره لك هي يا كارلوس الله يرضى عليك اللهم بحبح له يا هون لا تاخذنا معلش بسيطة بتعرف منيح ما كان في زيت؟ نحن دائما بانيتنا ما مسويه على الريحه بتعملوها ايوه, أيوة. مشان ما يتزفر قومه الزباين عميل عملته منيح ما حيك شعور لك شو هالتعمل شو ها نعم شو ها هدول الزامات وهدول رز الحليب ايه وشو عملت فيهم هدول لقينا رز الحليب ملحه كتير والبامي ملحه قليل عدلناهم مع بعضهم ايه منيح يعني صاروا مقبولين هلا حسينا شوي بهون شوي بهون وشو عملت بالبيت عم نضغط لكن تسعوا الفاصوليات عم نطبخهم على الضغط لك حاجة الرجال بده اياكم لحق له البانيه شو بك عمي كاسة مي بسرعة العيني هديك فاضية الظاهر تفضل ايوه بسرعة شو بدك كمان كاسة مي نظيفة هاي كاسة وشو اسمه سوا مع بعضهم البعض كاسة منيحة نظيفة تكون هاي كاسة وبريق فرشة فيه تفضل ايوه عمل شفت عاد صدى المي شبه المي طعمتها صابون 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 ايه احذر ليش ليش مية الفيزا عم تجي وسخة عم نغسلها بصابون اول ما شاء الله برافو عليك وليش ما بتغسلها بالكالون يا احسن ها هيك معلمي بيحب يحافظ على راحتكم يعني يا كارلوس خلصنا خذ له صحن الباني لك خلص حبيبي ما بدي اسمح لي بقى شوف لي ورقة الحساب خلصني نعم اوام ورقة الحساب ورقة الحساب ما قال بده ورقة الحساب حساب؟ حساب ايش؟ شو نحن عاوزينك وعاوزين مصاريف؟ معلوم يا عبد الشوم لك هي نحن فاتحين المطعم مشان ناخذ مصاري مو عيب نحن فاتحين هالمطعم للمراء نحن هواد هواد تعرف يعني شو هواد؟ هواد طبعا انت بتاكل وتشرب ومدفع لك منا عاوزينك شي غريب والله طيب بعطيني بقى
كريدان كريدان. شو ما سمعت؟ هلا انت سمعت كريدان يا بني ادم. نكاشه اسنان. اي مو اكلي معلمي. وين نكاشه اسنان؟ نكاشه اسنان دقيقه بيتم الزبون ليخلص منها بجيب لك. لا خلاص ما عاد بدي. اول مره تحسب اذا ممكن عمل له حساب. كارلوس خلص لي بقى من هالعشاء. مطعم ما شاء الله عين الحاسيد تبدا بالعمل. مطعم اخر اخذ صحن شوربه بنص ورقه. بامي اجباري بورقه وربع. واخذ سلطه بنص ورقه صار ورقتين وربع. فعلوا مالمي. لا تواخذنا الله خليك. لا ابدا ابدا. هو على كل حال احسن اكل انا اكلته في حياتي. هاي ليره. خلي هاي ليرتين. الله خلي. وهي ربع. ليرتين بس. ليرتين وربع مضبوط. ليرتين وربع. شكرا. شكرا. يرضى عليك ابا دائما تارى عنا. هون المطعم مطعمك. انا خلص صرت مداوم لهون. ايه بتعرف اذا كان بتجيب رفقاتك كمان. ايه ما في مال. انا مطعمي رح اخذ شقتي منه واعملها اوتيل كمان. عال عال. ايه. الطاولة هي خليها لي خصوصي. ايه طبعا. واذا كان بتكون مداوم عنا بنصير ندفع لك ابوني شهري يعني. ما شاء الله. 100 ورقة بدفع لك بالشهر. عال عال. ندفع النص الاول للبيت. شكرا كثير. بس بتاكل على مرقنا. ايه طبعا عجب لك. اذا فيها دفع ما في مانع يعني. هيك اللي بتريدوه. مع السلامه. عجب لك. لحظه اذا ممكن إيه ما اعطوني 10% خصم خدمه. ايوه خدمه. عفوا صحيح. شو عم تاخذون علي؟ لا هذول انا. ايوه 10% خدمه. عم يدينا 22.5. لك كمان 10% ما معك؟ هلا اعطيناه لاخر واحد. لك ما طلع معي غير 20 قرش. ما هي 20 قرش؟ وهي كبريتي برد نص فرنك. منيح. شكرا مع السلامة. شكرا على وايب. شكرا ما شاء الله. إلى اللقاء. أنا غدا بجي لهون 3 وقعات يوميا. السلام عليكم. مع السلامة حبيبي. ما شاء الله. مع السلامة. كارلوس شو بقيان عنا هنيك بال المسرح؟ خلصوا ولا لسه؟ خلصوا. لا صفيان هلا قال في وحده جايبين شفت هلا اجت سياره نزلوا وحده اسبانيوليه بدها ترقص. والله لكان سكر الغاء لكان. خلينا نمشي بقى. نفقنا. لو يعرف اني بحبه ياي ياي كان بيفتح لي قلبه ياي ياي. قول بدي قله برجع بفتكر شوي. قول انحل وقلت له ياي 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 ياي. لو يعرف اني بحبه كبير ويكش ويعمل حاله شي عظم كتير.
يوصفني لما بيجرح احساسي بدها العالم تمسخني وين بدي خبي راسي لو يعرف اني تحبه.